السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنوجدوا جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى بالدجاج او لا صدر ديال الدجاج، والوصفه الثانيه بواحد النوع مميز ديال المعجنات اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعجبكم. ونبداو على بركه الله. بسم الله، حاجتنا في صدر ديال الدجاج كيف قلت لكم، غادي نقيوه هانتوما، غادي نقيوه بالطبيعه كندير معاه شويه ديال الحامض، غادي نقيوه من اي عظم فيه او لا شحمه خارجه منه او لا اي حاجه خايبه، باش يكون على هذا الشكل. هانتوما شوفوا هنا راه كاين واحد العظم، ما تنساوش حيدوه. ها هو شفتوه، كل شي واحد كياكلو يتلاقى معاه الله يسر. صافي، اي حاجه غير مرغوبه حيدوها هانتوما. طبيعي الحل غادي ندوزو نغسلوه بالماء والملحه والحامض. الحامض كيرد الدجاج طري، وغندير فيه حتى شرائح ديال سكينجبير طري، حتى هو كيجي معاه زوين في الغسيل. بطبيعه الحال هانتوما كيف كتشوفوا عصرت عليه الحامض، وغندهنو حتى بالملحه مزيان، نحكو مزيان. ها هي الملحه كيف كتشوفوا. صافي، ونخليه واحد شويه حتى داك الدجاج كيشرب ديك الملحه وداك الحامض وكيتنقى مزيان، وكنغسلوه بطبيعه الحال. ها نتوما غنمشيو نغسلوه دابا. ها هو الشكل ديالو، شوف كيفاش كيتبدل اللون ديال الدجاج. كنحتاجو الملحه، كنحتاجو الثومه و الروزمارينو او لا اكليل الجبل. هاد اكليل الجبل غيكون هو ضيف الشرف ديالنا، لان غنستعملوه بزاف في هاد الوصفه هادي. الفطر كيف كتشوفوا غادي نحيدوا ليه التحت ديالو، والفطر حاولوا ديما ما تغسلوش وما تحيدوش ليه داك الفوقاني ديالو، يعني غير مسحوه وصافي بورق المطبخ، مسحوه شويه وصافي. نقطعوه شرائح على هذا الشكل هذا، الا كان صغر من هكا خليوه بلا ما تقطعوه ما حتى حاجه، خليوه هكاك. هذا يعني الحجم ديالو متوسط، فضلت انني نقطعو طيفات بحال هكا. صافي، غندوزو نطيبوه. غنمشيو للمقله بعدا نطيبوه، هي الاولى الدجاج عاد الفطر. هاد المقله هادي كتصلح للشوي، تشويو فيها الا بغيتو. غنشويو فيها صدر ديال الدجاج بحال هكا. درت شويه ديال الزيت. هاد الزيت اللي درت كنت مشيت لواحد المحل ولقيتها تماك فيها الانواع ديال الزيوت، يعني قرعه فيها الانواع الزيوت، زيت الزيتون، زيت نوار الشمس، زيت السمسم، وجوج ديال الزيوت اخرى ما بقيتش عاقله، وقيلا زيت لافوكا ولا ما بقيتش عاقله الصراحه مزيان. وقلت نجربها وجربت، يعني بصراحه ماشي شي حاجه اللي واو، يعني بالنسبه لي هاد الساعه هادي جاتني عاديه. الزبده ضروري منها باش طري لينا الصدر ديال الدجاج كتردو طري، والروزمارينو او لا اكليل الجبل ضروري منه، ومليحه وابزار. في هاد الوصفات بجوجهم غنعتمدوا فقط على الملحه والابزار واكليل الجبل. بغينا هاد ثلاثه ديال الانواع ديال المذاق هو اللي تذوقيه وانت كتاكلي هاد الاكله هادي، خاصه اننا غادي نديرو الكريمه. الكريمه ما كتبغيش بصراحه بزاف ديال يعني هذا البهارات او لا الاعشاب او لا، ما كتبغيش بزاف يعني باش تذوقيها حتى هي. بصراحه الاغلبيه ديال الاكلات اللي كنديروا فيهم بهارات بزاف راه كي المذاق الاصلي ديال الخضره او لا ديال اللحمه او لا ديال الدجاج كيتحيد منه، ولكن الا درتي غير مليحه وابزار كتذوقي حتى ديك الحاجه اللي كتاكلي. ها نتوما شفتوا كيفاش تحمر. في هذه اللحظه هذه غادي نقص عليه العافيه مزيان، وغنخليه مازال واحد شويه باش يطيب حتى من الداخل. هنا غير محمر من الفوق. غنشدو واحد المقله وغنديروا فيها شويه البصيله مع شويه ديال اكليل الجبل كيف قلت لكم، غنديروه بزاف في هذه الوصفه، وطرف ديال الزبده، وغادي نسمو غير باكليل الجبل ملحه ابزار. صافي، يعني معاهم شويه حتى ديال الثومه مقرده، وغنزيدوهم الفطر ونديروه حتى يطيح ويتحمر بحال هكا بهذا الشكل هذا. ان الفطر بصراحه كيجي رائع، تيختو فاش كتزيدي عليه الكريمه. ها نتوما غادي نديرو واحد لاصالصه رائعه رائعه جدا. ها نتوما كتحركو مزيان.
ونخليوها حتى ها نتوما حتى تولي بحال هكا صافي. ديما حركو صافي تقريبا راه واجد. دابا غادي نزيدوها جوج ديال المكونات. هذا الجبن الازرق يعني الا كان متوفر ديروه، الا ما كانش متوفر الدنيا هانيه غديروا غير طرف صغير، لان صراحه المذاق ديالو مجهد وقاصح. انا درت غير واحد طريف صغير وصافي. وهنا غندير الكرانه، الا ما كايناش الكرانه الفرماج ديال الكرانه، الا ما كانش ديروا الفرماج الاحمر او لا بارميجانو او لا شيدر، ديروا اي فرماج نتوما كيعجبكم او لا متوفر عندكم في البيت. هادو اعشاب منسمه، راكم عارفين ديما الاعشاب منسمه كنديرهم، راه فيهم واحد النسبه قليله ديال السودانيه. فلفل حار فيه نسبه قليله ماشي كثيره، يعني مبغيتش انا تبدل المذاق ديال الكريمه مع ديال انواع ديال الفرماج، مبغيتش مشي تبدلو. هنا كنشد واحد الطنجره كنديروا فيها الماء كنديروه يغلي باش غنطيبوا الباستا. هذه هي النوع المميز جدا اللي قلت لكم ديال الباستا، اللي فيها الفطر الابيض اللي طيبنا قبيله، وفيها الكماء اولا الكماء. هذا الكماء هو نوع نادر، الكماء الاسود نوع نادر وغالي بزاف. ها نتوما معمرينه في هذا النوع ديال، انا شريتها هكا النوع ديال المعجنات، لذيذه الصراحه وزوينه والشكل ديالها رائع. كاين اشكال وانواع، انا فضلت هذا الشكل. هذا درت لكم الصوره ديال الكماء والسميه ديالو باش تعرفوه. ها نتوما لان قلت ما غيبانش مزيان في العلبه ديال المعجنات، هي الباستا او لا لي بات. ها نتوما غنطيبوه نسلقوه. ديما الباستا ديروا لها شويه مليحه وشويه زويته، انا درت شويه زيت البلديه زيت زيتون، بغيتو ديروا زيت المائده عادي. وديما الباستا شوفوا لها العلبه ديالها شحال من دقيقه عطيكم في الطياب. انا هادي عطياني من 6 دقائق الى 7 دقائق لانها ماشي يابسه، هادي شريتها من الثلاجه يعني ماشي ديك اليابسه، ما محتاجاش بزاف ديال الطياب. انا بصراحه طيبتها 5 دقائق فقط، قبل 5 دقائق صافي جمعتها باش ما تقطعش ليا ولا تهرش ليا. هنا درت شويه ديال البصله في المقله مع شويه ديال الثومه مقردين مزيان، مع شويه ديال اكليل الجبل حتى هو مقرد مزيان يكونوا رقيقين، وحنحمروهم مزيان حتى يتحمروا. اكيد نديروا معاهم شويه ديال الزبده وشويه زيت الزيتون. كيف كتشوفوا هي تحمرات، كيف ديما نزيدوا نمرقوه بالمرق اللي طيبنا فيه المعجنات ديالنا. ها نتوما يطيب مزيان بحال هكا صافي. وغنزيدوه الكريمه، هذه هي الكريمه بيضاء عاديه ما فيها حتى شي نسمه، عاديه الكريمه العاديه. نحركوها مزيان يعني ضروري بصراحه من الكريمه، ونزيدو الباستا ديالنا. هاد الباستا رائعه زوينه بزاف، يا ريت زعما تلقاوها غزاله. زدت شويه الملح شويه الابزار صافي غنحركو. حاولوا تحركو بهذه الطريقه هذه، لان تقدو ديروا المعلقه اولا الفرشيطه وتهرس لكم. هنا كيف العاده لاصالصه اللي كتعجبني بزاف اللي هي لافوكا والملحه شويه الخل وزيت الزيتون. الا بغيتو ديروا بلاصه الخل الحامض ديروه مرحبا. ها هو الدجاج ديالنا الطاب واجد، نقطعوه لشرائح، قطعوه بالشكل اللي بغيتو، نقطعو بحال هكا. جا زوين ولدي، تشوف كيفاش طايب من الداخل، وجا طري رطيطب دغيا كيتقطع، وحتى في الفم دغيا كيتكل دغيا سميتو تقطع ما بين سنان، يعني ماشي قاصح. ها هو شفتو صافي، كنوجدوه على جنب وكنحطو طبق التقديم. كنديرو فيه شويه ديال الخس، انا عندي هذا الصغير اللي فيه الالوان كيعجبني بزاف، هذا كيعجبني اللوينات اللي فيه الشكل ديالو. هذه الباستا اللي صوبنا اولا معجنات اللي صوبنا، كل واحد شنو كيقول ليها لي بات، كل واحد شنو كيقول ليها. كنحطو في طبق التقديم بالشكل اللي بغيتو، الشكل اللي عجبكم. وديما زيدوا من فوقها المرق ديالها اللي هو عباره عن كريمه من السماء، اكليل الجبل والثومه والبصله. هذا صلصه ديال الفطر اللي صوبنا، طلعت رائعه رائعه بزاف بداك الفرماج اللي فيها وبداك الكريمه اللي فيها. عندي لاصالصه ديال لافوكا، حطوها كما بغيتو، يعني التقديم كيبقى اختياري لكم، كلكم مبدعين.
وكلكم فنانين، اختاروا الشكل اللي بغيتوا اللي عاجبكم. هذا الشكل النهائي، طبق رائع. شوفوا الباستا غزاله والمذاق الدخلاني رائع ديال الكماء والفطر، زوين بزاف. كنتمنى تجربوها، جربوا صدر الدجاج بهذا الشكل كيجي رائع، الفطر كيجي معاه خطير ما شاء الله، طعم خرافي. الطعم ديال الكريمه ديال الدجاج اولا الكريمه ديال الباستا مختلفين تماما، كل واحد والذوق ديالو. شكرا على المشاهده، كنتمنى تعجبكم الوصفه. الى اللقاء.